بسم الله الرحمن الرحيم. Welcome again my dear student. Today we will discuss a clinical topic, emergency or acute management of epileptic patient. طبعا هنتكلم عن المانجمنت، والمانجمنت مهم قوي ان فيها two items: diagnosis والacute therapy. الدياجنوزس بينكلود is it epilepsy or not، ولو هو epilepsy ايه ال cause of epilepsy، وايه ال differential diagnosis اللي ممكن نتكلم فيه. والacute therapy بتعتمد على اننا هنتكلم في موضوعين، يا اما ان انا هعمل management ال patient with serial fits او patient presented with status epilepticus. الدياجنوزس is it epilepsy or not، يعني الايفنت اللي العيان جاي لي به ده هل هو epilepsy ولا لا، بيعتمد على شقين مهمين قوي، واهمهم هو الكلينيكال والاي اي جي بنعملها للعيان. الكلينيكال بيعتمد على وصف الاتاك بالاي ويتنس اللي شافها يوصفها لنا كويس، والسيركمستانسز بتاعتها، التايمنج بتاعها كان قد ايه، كان في بريسيبيتيتنج فاكتور موجودة لها ولا لأ، وممكن العيان لما يفوق يقول لنا السيمتوم بريسيدنج الاتاك، هل مثلا جاله صداع، حصل مثلا ليبس ماكينج، حصل مثلا ان هو شم ريحة مش موجودة، ابنورمال سميل ديورنج الاتاك برضو مهم اول وصف، هل هي بدأت فوكال ولا هل من البداية هي جنرالايزد تونيك كولونيك، والفروسنج اللي بيحصل ديورنج الاتاك، وبعد الاتاك افتر ذا اتاك ايه برضو السيمتومز اللي موجوده، هل العيان فاق على طول ولا العيان دخل في بوست اكتال كونفيوجن اند اريتابيليتي. الحاجات دي مهمه قوي، لان هو اصلا الدياجنوز بتاع الابيليبسي بيعتمد مني على الكلينيكال. بعد كده بقى بسال على الباست هيستوري الميديكال كونديشن، هل العيان ده دايابيتيك هايبرتنسيف، عنده مثلا اوتو اميون ديزيز، نيورولوجيكال هيستوري، هل جاله ستروك قبل كده وده يبقى بوست ستروك سيزر اور ابيليبسي، هل هو ابليبتيك اصلا وماشي على دراجز، والكومبلاينس بتاع العيان ماشي على الادويه مظبوط ولا ساعات بينساها، والسايكاتريك هيستوري اوف اني ديزيز او دراجز، ولو العيان ممكن يبقى فيه هيستوري اوف دراج ابيوز، واخيرا مهم اوي اسال على الفاميلي هيستوري، هل في سيميلر كونديشن في الفاميلي ولا لا. بالنسبه للاي اي جي هي لو بوزيتيف بتكونفيرم الدايجنوز، لكن ما بنعتمدش عليها قوي، لان الابيليبسي في الاول والاخر هو بيعتمد على الكلينيكال دايجنوزيس. دي صوره اهيت للاي اي جي اللي احنا قلنا اللي هي لو بوزيتيف بتايد معانا او بتساعدنا في الدايجنوزيس او كونفيرم الدايجنوزيس اوف ابيليبسي. زي ما احنا شايفين طبعا هي فيها epileptic activity، فيها spike وفيها slow wave activity، فطبعا الـ EEG لو positive بتساعد معانا to confirm the diagnosis of epilepsy، وبتساعدنا برضو في الـ follow up بتاع العيان لما يمشي بعد كده على الـ anti epileptic، وبرضو بتساعدنا في الـ diagnosis بتاع الـ status epilepticus، بتبقى مهمة قوي بالذات لو هو في نوعين من الستاتس ابيليبتيكاس، نوع كونفالسيف ونوع نون كونفالسيف، فهي بتبقى مهمه قوي في النون كونفالسيف ستاتس ابيليبتيكاس. من ضمن الدياجنوز بتاعنا ان احنا نعمل اتيولوجيكال دياجنوزس للكوز اوف ابيليبسي. في الامرجنسي لو العيان بريزنتد ليا اكيوت، بتبقى السي تي هي المتاحه بالنسبه لي، لان طبعا من الصعب ان انا ادخل عيان جاي بريزنتد ويز فيتس ام ار اي، ممكن تجيله الاتاك وهو في وهو على الجهاز. السي تي مهمه قوي ان انا استبعد الاكيوت كونديشن، يعني العيان مثلا لو انا الهيستوري مش واضح عندي في تروما ولا لا، في سب ديورال، في اكسترا ديورال، العيان مثلا في سب اراكنويد هيموريدج او في انترا سريبرال هيموريدج، فالسي تي هنا هتساعدني في الدياجنوز في اكيوت كونديشن زي التروما والستروك. الام ار اي ممكن بنعملها، لكن بتبقى اكتر انديكيتد في الكرونيك كيزز. اذر انفستيجيشن مهمه او انا ممكن احتاجها البلاد شوجر لو العيان هايبر جلايسيميك او هايبوجلايسيميك،
الكالسيوم لو في هايبوكالسيميا، الدراج برضو توكسيكولوجي مهم، يعني في حاجات كتير ممكن بنعملها اكيوتلي هنشوفها بعد كده ان شاء الله. اتكلمنا في الـ Diagnosis of Epilepsy، Is it Epilepsy or not؟ و الـ Cause of Epilepsy. هنتكلم بقى على Differential Diagnosis of Epilepsy. Basically كده هنتكلم نفرق الـ Organic Seizure from Psychogenic Seizure and from Syncope. How to differentiate Generalized Tonic-Clonic Seizure from Psychogenic Seizure؟ ال precipitant no precipitant generalized tonic clonic seizure. في psychogenic seizure بيبقى psychosocial stressor او البوزيتيف انجل موجوده معانا. circumstances generalized tonic clonic seizure تحصل during sleep when patient alone، على عكس psychogenic seizure لازم أن يكون في audience ويكون during day time عشان السكندري جين اللي هو بيدور عليه. الموتور فينومينا بتبقى typical motor movement تونيك كولونيك مع جنرالايز تونيك كولونيك، لكن بيبقى في بيزار موفمنت مع السايكوجينيك سيزر. الفوكاليزيشن ابسنت مع جنرالايز تونيك كولونيك، يوجوالي بريزنت مع السايكوجينيك سيزر. الانجري كومون انها تحصل مع جنرالايز تونيك كولونيك وابسنت مع السايكوجينيك سيزر، نوت هارم هم سيلف. تانج بايتنج كومون مع جنرالايز تونيك كولونيك سيزر وابسنت مع السايكوجينيك سيزر، ولو موجود معانا غالبا في الجنرالايز تونيك كلونيك بيبقى العيان البايتنج بيحصل في السايدز اوف ذا تانج، لكن مع السايكوجينيك بتبقى التيب اوف ذا تانج هي اللي بيحصل فيها البايتنج. اليورين اور فيكال انكونتيننس كومن مع الجنرالايز تونيك كلونيك، ابسنت مع السايكوجينيك سيزر. الكونشسنس بيبقى افكتد في لوس اوف كونشسنس في الجنرالايز تونيك كلونيك وي بريزيرفد مع سايكوجينيك سيزر. الديوريشن يوجوالي شورت مينيتس، عباره عن دقايق مع جنرالايز تونيك كولونيك سيزر، لكن مع السايكوجينيك سيزر ممكن تبقى برولونجت لربع ساعه ونص ساعه ساعات وازيد من كده اكوردنج للستريسور اللي موجود معايا والسكندري جين اللي هو بيدور عليه. ال EEG usually positive and confirmatory في generalized tonic clonic seizure، negative في psychogenic seizure. ال serum prolactin post ictally بيبقى elevated في generalized tonic clonic seizure وبيبقى normal مع psychogenic seizure، لأن في الأصل ما حصلش organic seizure، ده عبارة عن psychogenic bizarre movement. How to differentiate generalized tonic clonic seizure from syncope؟ ال precipitant no precipitant مع generalized tonic clonic seizure، مع السينكوب الاموشن او البين ك precipitant موجود. circumstances بتحصل generalized tonic clonic مع any circumstances syncope، بيبقى في special hot crowded places في upright position او situation فيه stress. الانست بتبقى abrupt onset مع generalized tonic clonic seizure، تبقى gradual شوية مع السينكوب، العيان يبتدي يقول في graying of vision وبعدين يبتدي يحصل loss of upright position. respiration بيبقى في foaming و stertorous breathing مع generalized tonic clonic، على العكس في السينكوب بيبقى shallow and slow breathing. the skin color بيبقى flushed مع generalized tonic clonic seizure و pale غالبا مع السينكوب ك autonomic manifestation. الموتور فينومينا بتبقى major and typical tonic colonic movement مع generalized tonic colonic seizure، لكن مع السينكوب بتبقى non or minor just single myoclonic movement وما بتاخدش ثانية. الديوريشن بتبقى minutes مع generalized tonic colonic seizure، لكن مع السينكوب بيبقى few seconds. الانجري بتبقى كومن مع generalized tonic colonic seizure ورير مع السينكوب. tongue biting كومن مع generalized tonic colonic seizure رير مع السينكوب. اليورين اور فيكال incontinence كومن مع generalized tonic colonic seizure ورير مع السينكوب. الفوميتنج كومن مع السينكوب ورير انه يحصل مع generalized tonic colonic seizure. البوست اكتال confusion غالبا العيان بتاع generalized tonic colonic
بيدخل في بوست اكتال كونفيوجن، لكن السينكوب ما بيحصلش لوس في الكونشسنس، يعني بيبقى العيان كونشس وبيحصل رابيد ريكفري للمانيفستيشن مع السينكوب. خلصنا جزء الدايجنوزس، هنتكلم على الاكيوت تريتمنت. الجنرال ميجرز بتاعتنا ان العيان يبقى في نيوروكريتيكال كير، الاي بي سي بتاعتنا الاير واي تبقى بيتنت اور انتاكت، البريزنج سيركيوليشن، الاكسجين يبقى افيلابل بالنسبه لي عن طريق نيزل كانولا او ماسك، الكاردياك مونيتورنج الاي سي جي مونيتورنج، الانترافينوس اكسس والجلوكوز انفيوجن بيبقى ستارتد معانا، وبندرو بلاد سامبل فور بلاد شوجر ارتيريال بلاد جازز الكترولايت سي بي سي، وممكن نعمل توكسيكولوجي سكرين سواء كان في البلاد او في اليورين. لو العيان اكتيفلي سيزنج، بليس ذا بيشنت ان لاترال ديكوبيتس بوزيشن ويز هيد بوزيشند ات 30 ديجري تو مينيمايز الاسبيريشن، عشان العيان ما يدخلش في اسبيريشن نمونيا. واثناء السيزر في سيزر بروكوشن ان البيت بيبقى ات لوست بوزيشن، اني اوبجكت ذات كان هارم ذا بيشنت شود بي removed, make sure that the oropharyngeal airway is patent, oxygen and suction is available. في الأكيوت تريتمنت ايه الدراجز اللي ممكن استخدمها كفيرست لاين ثيرابي تو ابورت ذا سيزر؟ دايزبام 10 ملي جرام انترافينوس اور ريكتال اور ناو دايزبام نيزل سبراي از ريسنتلي ابروفد باي اف دي اي، ميدازولام 2.5 ملي جرام تو 10 ملي جرام انترافينوس اور انترا ماسكولار، لورازيبام 4 ملي جرام انترافينوس او الفينوباربيتال انترافينوس 15 ملي جرام بير كي جي بير دوز. سكند لاين ثيرابي الفينيتوين اور الفينيتوين انترافينوس، الفالبرويك اسيد انترافينوس، ليفيتيراستام انترافينوس. اف سيزر كونتينيو ريبيت سكند لاين اور اناسيتيك دوز اوف سايوبنتال اور بروبوفول. يبقى انا بدات مع العيان بالفيرست لاين ثيرابي، بعد كده اديته سكند لاين ثيرابي. لو سيزر ريكير اجين ممكن ادي السكند لاين تاني، او لو هي انتراكتابل ممكن ادخل على جنرال اناسيزيا بالسايوبنتال والبروبوفول والميكانيكال فنتيليشن. ستاتس ابيليبتيكوس از ديفايند از ا سنجل سيزر اور سيريس اوف سيزر lasting for more than 5 minutes without patient regaining awareness between the attack. يعني هي single fit، العيان جاله fits واحدة وبعد كده دخل في disturbed conscious level و not regain conscious level أزيد من 5 دقايق، أو جاله multiple seizure ورا بعضها وما حصلش regain للconscious level in between. وطبعا بالوضع ده هي life threatening condition وبتبقى غالبا مع tonic colonic سيزر في حالات الكونفالسيف ستيتس، لان الستيتس منه نوعين كونفالسيف اند نان كونفالسيف ستيتس ابيليبتيكس. مانجمنت اوف ستيتس ابيليبتيكس انيشيالي زي ما اتكلمنا قبل كده، اهم حاجه الاير واي عندي يبقى بيتنت، اجيب اوكسجين تو ذا بيشنت تو بريفنت سيريبرال هايبوكسيا، ويبقى عندي انترافينوس روت اور اكسس موجود معايا. لو هسحب للعيان البلاد جلوكوز، اليوريا، الكريات، الالكترولايت سواء كان الكالسيوم، المغنيسيوم، الفوسفوراس، البوتاسيوم، الليفر فانكشن بتاعت العيان، وبتبقى العينه دي موجوده معايا برضو لو احتجت ان انا اعمل حاجه فور ايتيولوجيكال دايجنوزز زي الدراج ابيوز او المسيوز، فاعمل له دراج توكسيكولوجي سواء في اليورين او في البلاد. انيشيالي بندي للعيان 10 ملي جرام انترافينوس دايزيبام، وبرضه في دايزيبام ريكتالي، وزي ما قلنا قبل كده في نيزل سبراي ريسنتلي ابروفد باي اف دي اي ممكن بنستخدمه، او لورازيبام 4 ملي جرام انترافينوس وممكن نكررهم بعد 15 مينيت لو الفيتس نوت كنترولد. بندخل عيان الانتنسيف كير يونت ونمونيتور النيورولوجيكال كونديشن، البلاد بريشر، الريسبيريشن، البلاد جازس، وممكن يبقى في ستاند باي ميكانيكال فنتيليشن لو احتجتها بعد كده. العيان بتاعنا اللي هو جايب ستيتس ابيليبتيكس دخل الانتنسيف كير يونت وستيل سيزنج اكتيفلي افتر
30 minute او after 60 minute. لو لسه سيزر continue after 30 minute بنبتدي ندي intravenous infusion of the following drug. وطبعا العيان under monitoring سواء كان cardiac و-respiration وبرضه لو احتاجت arterial blood gases بنعملها, بنديله الفينيتوين او الفيسفينيتوين او الفينو بارب بالدوزس اللي موجودة معانا. طب لو after 60 minute بنعالجه على انه refractory status epilepticus, ومن هنا بقى بيبتدي غالبا الانتيوبيشن والميكانيكال فنتيليشن وجنرال اناسيسيا بالبروبوفول او السايو بنتال. ومهم قوي ان انا اشوف الكوز بتاع الريفراكتوري ستاتس ابيليبتيكس عشان نعالجه عشان نعمل كنترول ليه. طبعا العيان اللي كان جاي لي بستاتس ابيليبتيكس والفيتس بقت كنترولد, وانس انها كنترولد ببتدي اللونج تيرم انتي كونفالزنت ميديكيشن, وبختار له بقى الانتي ابيليبتيك دراج اللي بيتناسب مع تايب اوف ابيليبسي سواء كان focal or focal onset with secondary generalization او من الاول هو generalized tonic colonic او absence او myoclonic epilepsy. اشكركم شكرا جزيلا, ولو في اي استفسار الرقم الواتس مع حضراتكم, وان شاء الله نتقابل في محاضرات قادمة ان شاء الله, وشكرا جزيلا.